ابقى مع عودة مرة أخرى الأستاذ أحمد كامل. الآن سيد أحمد، عندما يعني شاهدنا ترامب في خطاب النصر الذي ألقاه لم يشر إلى الملفات الخارجية بقدر ما أشار إلى الملفات الداخلية، أشار فقط ربما وقال أننا لم نبدأ حربا باستثناء تغلبنا على تنظيم الدولة الإسلامية. هل برأيك اهتمام ترامب في المرحلة المقبلة سيكون للداخل أكثر منه في الخارج بشكل أو بآخر؟ طبعا، لأن الأمريكان انتخبوه لأجل قضاياهم، وأحيانا الانتخابات في الدول الديمقراطية، وأمريكا دولة ديمقراطية عريقة، 46 رئيس، هو الرئيس 47 لأنه أجا مرتين، ولكن أمريكا انتخبت 46 رجل الواحد وراء الآخر، وهذا إنجاز هائل 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 هائل، أحسدهم عليه. تخيل لو نحن انتخبنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تخيل لو انتخبنا 46 واحد بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من نفس النوعية بإرادتنا وجاءوا ليخدمونا، وين كنا الآن؟ هذا إنجاز عظيم في أمريكا، والرئيس الأمريكي منتخب من الشعب الأمريكي لخدمة الشعب الأمريكي. القضايا الدولية ما كانت قضايا أساسية، حتى قضية أوكرانيا اللي هي دفعت أمريكا مبالغ كبيرة ما كانت قضية أساسية في الانتخابات، ما كان في بالحملات الانتخابية قضية كبيرة أجنبية، كلها قضايا داخلية. ولعلمك القضية الأولى كانت التضخم، لأنه التضخم مرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يزعج، أو بمعنى يفهموا كل الناس، الغلاء، الغلاء يزعج الأمريكيين كثيرا، وهو اللي بيدفعهم للتصويت. في الفترة اللي حكم فيها ترامب كان الاقتصاد الأمريكي جيد إلى حد ما، جيد، والتضخم كان منخفض بالفترة، ولكن تدهور الوضع بعدين بسبب كورونا. يعني هو بيقول لك أنا مش مسؤول عن التدهور اللي صار. من الناحية الاقتصادية ترامب أفضل من بايدن، أفضل، وهذا اللي خلى الأمريكان يصوتوا له، هذا واحد من الأسباب الأساسية، الحكم الديمقراطية، وهذا كثير من شعوبنا ما قادرة تفهم هذا الموضوع، إنه الديمقراطية هي نظام داخلي، الديمقراطية هي إنه الحاكم يكون جيد ويخدم شعبه مش شعوب التانيين، بالعكس، معلش، الديمقراطية تسمح بإنه الحاكم يكون في غاية الوحشية مع الآخرين، هي فقط نظام داخلي، ليست نظام دولي. النظام الدولي نظام غابة، نظام شريعة الغاب مطلقا، ما في قانون دولي. نحن بنضحك على بعضنا بكلمة قانون دولي، ما في قانون دولي، السائد في المجتمع الدولي هو شريعة الغاب. فإذا انتخب لقضايا داخلية ولأسباب داخلية ولخدمة شعب يشبه كثيرا، وهو يخدمه حقيقة، وبالتالي القضايا الدولية ليست مهمة أبدا، ولم ينتخب بسببها، يعني كانت تأتي عرضا، بما في ذلك القضية الفلسطينية أو ما يجري في لبنان، الحرب على حزب الله في لبنان ما أخذت مجال واسع في الحملات الانتخابية، ولم تأخذ مجال واسع في الحكم على المرشحين.